شهد سوق السراي خلال تاريخه العديد من التحولات، وكان في أواخر العهد العثماني مختصاً بالجلود ويسمى سوق السراجين، وما زال المكان يزخر بدكاكين لتجليد الكتب والصناعات الجلدية البسيطة والقرطاسية أيضاً. وتشير المصادر إلى أن السوق شهد عام 1869 ميلادية تأسيس أول مكتبة لبيع الكتب أنشأها الملا خضر في أحد دكاكين السوق، وكان الجديد فيها أنها أخذت تبيع جريدة الزوراء، أول جريدة رسمية تصدر في بغداد عام 1869 للميلاد، وأيضاً فيه مكتبة الفلفلي لمؤسسها إحسين الفلفلي، وهي من أقدم مكتبات بغداد، حيث تكتنز رفوفها وجدرانها أقدم الكتب البغدادية والتراثية الثمينة، فضلاً عن الصور النادرة لشخصيات عراقية سياسية وأدبية واجتماعية ولمناطق بغداد وأحيائها القديمة.